من كوليبالي المرتدة للوكرة دالا ينطلق من الجهة اليسرى يمر لبنيانتو بنيانتو يبحث عن المرور ينجح في ذلك تمرير ليدالا تسديدة قوية الرياح معهم وهذه القذيفة كان لابد أن تستقر في الشباك نواخدة الجنوب في مدينتهم الوكرة يعدل النتيجة مرتدة مثالية مرتدة تدرس هذه هي هكذا بدأت عن طريق دالم الذي مر لبنيطو بنيطو لم يجد سواه رد له الجميل وقال له اطلقها بهذه الطريقة وأعيدنا إلى اللقاء يعيدهم الأنغولي بذكريات أكوا بذكريات فابريس أكوا نتيجة تشير إلى تقدم للوكرة دالا من أجل الثالث دالا الله من خلاله يتذكرون ذلك الذي سجل الهدف الثالث لفريق الموج الأزرق في هذا اللقاء في حالة مد هذا دالا مر وتقدم ووضع كرة بالطريقة التي يجب بأن تنتهي عليها بأفضل صورة ممكنة ينهي تلك الكرة ويسعد جماهير